أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من مسابقة الأوائل للمرحلة الابتدائية. أهمية المرحلة دي الحقيقة إنه أولادنا في المرحلة دي هم عاملين كده زي الوعاء، مهما بنحط فيهم بيفضل يكمل معاهم، زي نقدر نقول كده يعني بالتعبير البسيط زي السفنجة بتمتص كل حاجة بنديها لهم. هنديلهم في المرحلة دي إيه؟ هنديلهم حب وانتماء للوطن، هنديلهم قيم، هنديلهم إصرار على النجاح، هنديلهم عزيمة لحد ما يقدروا يشقوا طريقهم في الحياة. وعلى فكرة يعني في نماذج كتير في العالم لعباقرة بدأوا شغفهم وبدأوا حبهم من المرحلة دي، من مرحلة 10-12 سنة، مرحلة الابتدائي. وبالتالي المرحلة دي مهمة قوي نغرس في أطفالنا حاجات كتير قوي هتفضل مكملة معاهم. وعشان كده النهاردة إحنا في المسابقة اللي بينظمها حزب مستقبل وطن بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هنشوف 30 مسابقة و 30 ماتش لولادنا من كل محافظات الجمهورية من 27 محافظة، ونشوف بقى مين فيهم أشطر وأنهي محافظة اللي هتقدر تكمل معانا، أو أنهي محافظتين اللي هيكملوا معانا للدور النهائي، ونشوف بعد كده مين فيهم هيبقى أشطر ويكسب الماتش النهائي ويبقى هو الفريق صاحب لقب الأوائل. هنرحب في البداية بالفريق اللي معانا النهاردة، فريق مدرسة رشيد الخاصة من محافظة الإسكندرية. وهنرحب كمان بمدرسة البنين من محافظة المنيا. مدرسة رشيد في الإسكندرية، الكابتن بتاعهم يزيد، انتوا مريتوا بمرحلة كبيرة، تصفيات بقى وأسئلة واختبارات لحد ما وصلتوا هنا معانا في مسابقة الأوائل. احكي لنا شوية عن المرحلة اللي فاتت دي، ويعني إحساسك انت النهاردة وانت موجود في مسابقة الأوائل. طب في البداية احنا كنا في إدارة العجمة التعليمية، وبدأنا التصفيات، امتحنا 3 تصفيات متتالية والحمد لله نجحنا وجبنا اول الاداره. بعد كده اتاهلنا 3 تصفيات متتاليه. صعب الكلام ده. بعد كده نجحنا وتاهلنا الحمد لله للمحافظه، وبرده كانت 3 تصفيات متتاليه نجحنا الحمد لله ان احنا نكسب اداره العمليه في النهائي. فالحمد لله ان احنا هنا وصلنا، وان احنا بننافس ان احنا ان شاء الله باذن الله نجيب مركز اول على مستوى 27 محافظه ان شاء الله. برافو عليك يا يزيد، هايلين وبرافو عليكم. نروح بقى نشوف اسراء من المنيا. إسراء، المرحلة برضو كانت صعبة، مرحلة التصفيات والأسئلة والاختبارات اللي مريتوا بيها قبل طبعاً ما تيجوا هنا؟ كانت صعبة، وواجهنا كتير من المدارس الصعبة، يعني ما كانش في أحد بنستخف بيه، كله كنا بنواجهه عادي. برافو برافو برافو، مش عايزين نستخف بأي حد. لأن ما نعرفش قدرته، هو ممكن يكون أحسن مننا، وإن شاء الله نفوز النهاردة إن شاء الله. طب حلمك إيه في المسابقة دي؟ أكون دكتورة بشرية، بس أكون يعني متطورة في هذا المجال. يعني انت مش بس عايزه تبقي دكتوره، عايزه تبقي اشطر دكتوره. بالظبط. مين بيتفرج عليكي النهارده؟ كتير اكيد، صحابي وتبع المدرسه وتبع الحزب اكيد طبعا. وماما وبابا فين؟ في البيت طبعا. ماما وبابا. يزيد، نفسك تبقي ايه؟ ان شاء الله اطلع مهندس معماري. مهندس معماري ما شاء الله، بتحب بقى الرسم والتخطيط والاشكال الهندسيه والحاجات دي، شكلك كده شاطر جدا. انا صراحه من صغري كنت بحب بالذات في الرياضه الهندسه اكتر من الجبر. كنت بتحب الهندسه اكتر، يعني انت كده خلاص طالع علمي. ها ان شاء الله. طب تعالوا بقى قولوا لنا كده، نبدا من الشمال، قول لنا اسمك ايه وعايز تبقى ايه لما تكبر، احكي لنا. اسمي ابراهيم السيد، ونفسي ابقى مهندس بترول. مهندس بترول، ده تخصص مهم جدا. ماشي، وانت كمان؟ انا اسمي اياد وليد، وعايز اطلع دكتور عظام. لحظة واحدة يا اياد، ايه اللي حصل في ايدك؟ انا كنت بلعب كرة فانصدت كرة فايمة ايدي مكسور. يعني انت بقى كمان ليك في الكورة، احنا قدام محمد صلاح بقى الجديد ولا ايه؟ ان شاء الله. ماشي، ويزيد عرفنا عايز يبقى مهندس. طيب وريتاج؟ عايزة ابقى دكتورة، وعايزة بقى لما انجح اساعد بقى للناس اللي محتاجين بقى وكده. انا قلت يا ريتاج هتبقي مذيعة. دكتورة وتساعد الناس المحتاجين. وانت قول لنا اسمك ايه؟ اسمي احمد، وعايزه اخش الهندسه الحربيه.
هندسة الحربية، ما شاء الله كل واحد فيهم حاطط في عينه كده تخصص ومركز فيه. طيب نشوف الفريق التاني، مدرسة البنين، نبدأ بقى بيكي، قولنا اسمك ايه ونفسك تبقي ايه؟ انا اسمي جنى حمادة ونفسي اطلع مذيعة. ايوه بقى، حد بقى يا جماعه كده يجي يساعدنا في الاعلام، حد يبقى معانا في الـ في الـ في المجال دوت. طب قولي لي ليه نفسك تبقي مذيعه؟ عشان بحب اتكلم كتير. جنى رغايه ها. بيقولوا لك بتتكلمي كتير في البيت اكيد ها، مزهقه ماما وبابا رغي. وايه كمان؟ مين شفتيه مذيع اثر فيكي وقلتي انا نفسي ابقى شبه المذيع ده او المذيعه دي؟ حضرتك حبيبه قلبي. ان شاء الله احسن واشطر مذيعه في مصر ان شاء الله. جنى يا جماعه افتكروا البرنامج ده هيطلع منه نماذج مشرفه في كل المجالات في الحياه العمليه، سواء في الطب وفي الهندسه، ونتقابل بعد سنين ونفتكر. طيب اللي جنبك مين؟ انا توماس ياسر ونفسي ابقى طبيب جراح. توماس ناوي يبقى طبيب جراح، ده تخصص كمان صعب. برافو يا توماس. واسراء عرفنا طبيبه بشريه ومتميزه كمان. سامح. وانت؟ انس احمد ونفسي ابقى طبيب اسنان. ماشي يا انس، دكتور خلاص انس. انا اسمي سلمى احمد ونفسي اكون طبيبه اطفال. احنا كده في اجماع على الطب على فكره، يعني الاغلبيه عايزه طب، بس انا عايزه اقول لكم انه في تخصصات كتير تانية. يعني تعالوا كده نفتح ذهننا ونبقى عارفين ان السنين الجايه كتير ممكن تورينا حاجات مختلفه، ممكن تعرفنا احنا بنحب ايه، وتورينا مجالات تانية نحبها ونبقى شاطرين فيها ونبدع فيها. ممكن يبقى عندنا دكتور، ممكن يبقى عندنا مهندس ومذيعه زي ما شفنا، ممكن يبقى عندنا مهندس كمبيوتر ومبرمج، ويبقى عندنا تخصصات كتير مختلفه. نفتح ذهننا بقى ونشوف السنين الجاية هتورينا ايه.